إن دين الإسلام هو دين الله جل وعلا، ليس له دين سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن تدين بدين سوى دين الإسلام لم يقبل منه وهو خاسر. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد تكفل الله تعالى لمن آمن وعمل صالحا بالنهاية السعيدة والحياة الطيبة والفوز برضوان الله جل وعلا. إن هذا الدين من تمسك به وآتاه حقه نصره الله تبارك وتعالى في الدنيا، وأعزه الله تبارك وتعالى في الآخرة. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. من تمسك بهذا الدين أعزه الله رب العالمين ورفعه. والدليل على ذلك سلف هذه الأمة الصالح، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث في قوم أميين في غاية من الجهالة والعداوة والنكران. وما عتم هؤلاء عندما تمسكوا بدين الله جل وعلا أن صاروا سادة الدنيا وصاروا قادة العالم. فهذا دليل على أن من تمسك بهذا الدين فإن الله جل وعلا يعلي قدره، والله عز وجل يعز شأنه، وينصره الله رب العالمين. فقد صارت هذه الأمة الأمية الرجعية التي لم يكن عندها من آثار الحضارة من شيء يؤبه له، صاروا قادة الأخلاق والذين يأخذون بزمام التقدم في الحياة، حتى صاروا على القمة الشماء بل أعلى منها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أطاعه عز، ومن عصاه ذل، وأذله الله رب العالمين دنيا وآخرة. إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلغنا الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، والإسلام الذي لا يعرف قدره من لا يدخل فيه، وكذلك لا يعرف قدره بعض من دخل فيه، بل أكثر من دخل فيه لا يعرفون قدره معرفة أعدائه بقدره. فإن أعداءنا يعلمون حق العلم حقيقة هذا الدين قديما وحديثا. فهذا هرقل، وكان عظيم الروم في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل أبا سفيان رضي الله عنه ولم يكن قد أسلم بعده، يسأله عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأله عن حقيقة دعوته، عن حقيقة دعوة الإسلام العظيم. إلى ماذا يدعوكم؟ فقال: يدعونا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، ونترك ما يقول آباؤنا. يدعونا إلى الصدق والعفاف، ويدعونا إلى الصلة والرحمة. يقول له هرقل، وقد عرف حقيقة الأمر: لئن كان ما تقول حقا ليملكن ما تحت قدمي هاتين. يقول: لو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت ذلك، ولو أني كنت عنده لغسلت عن قدمه. عظيم الروم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم حقيقة الدعوة، حقيقة ما يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم أن المسلمين لو تمسكوا بهذه الدعوة وأعطوها حقها فإنهم سيملكون الدنيا كلها. يقول: لئن كان ما قلت حقا
ليملكن محمد صلى الله عليه وسلم ما تحت قدمي هاتين. ثم يقول: لو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت ذلك، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكن أبو سفيان قد أسلم بعد. ثم إنه بعد ذلك قال: في هذا الوقت، في ذلك الآن، دخل الإسلام في قلبه، لأنه قال لأصحابه من التجار بعد ذلك: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه ليخافه ملك بني الأصفر، يعني هرقل، يعني عظيم الروم، إنه ليخاف محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان الإسلام قد تجاوز الجزيرة بعد، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح مكة بعد، ولكنه يعلم أن هذا الأمر غالب لا مغلوب، وأن هذا الأمر يعلو ولا يعلى عليه. على المسلمين أن يتمسكوا بدينهم، وعليهم أن يعلموا قبل ذلك حقيقة دينهم بتوحيد ربهم وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، واتباع نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم.